ما تعينيش تبعني تبعني نتبعك انا اخويا اكو هنا تغنوا انتوما اسمع انت نهار اليوم وين بات معاك لهنا انا من شي دخل داني وشاش ما تبات وين تبات هذه ديجا بديت تبات وش من شاش خو لارمي لارمي ويحوسوا عليا الدنيا قاعد تحوس عليا لي جوندار لارمي لا بوليس لي باراجاني اني مهول اسكت عليا يا حمبابك انت ما عرفتش واش راني عايش انا بدك المعيشه راني عايشه مانيش خايف دوا ثدي اخويا دوا الهبط ها دوا الهبط يا اخو شعرت الحقوبه اخويا ولي دوز لينا الطازيلا او الوطاط او الوشاشي او الوشاشي او الوشاشي او الوشاشي يا راح قول له ادهاله هذه ادهاله لقد جبني في يا خوتي باراج بارات يا بلاك وارد ماشي بلاك وارد هاك تعرف انا لارمين خافي يضربي يلقاني ريشيرشي اسمع هاك سوق نتلاقاو مول بارات اسناك لها اسناني لها يا جوس مول بارات شو خايب وشو راه وصلوا تضحك ها تضحك هكذا وليدي وش بيك هذه معيشة هذيك عايشة انا نروح لوروب انا هكذا وش بيك وش دير تقرا وش دير تجي معنا ماشي قاري شومي عطاوهالي عطاوك لوغافة جابوا لي لوردافة لا عباك يطلع تلازل وشي صالح شوف واحد ليكا تكدب 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 والله ما نكذب يا حضرتي بعتنا التندو فبعتنا المغوط المهم نفوت عامي دياولي يا حضرت كرحت من الحومة يا اخو ايجا نحي الشمة هضر معايا ايه كيفاش نحي الشمة لما دابيا نجيب قالوب باش تدوني ديركت من كرحت وش عندك نيفو سنة أولى ضربت واحد بزليف يا أخي ضربت شيخة بزليف حاوزوني ما تساعدنيش كازينة سنة أولى احنا سحق أولى فاميليا نسحقوا عباد قارين تديروا فين شو نعطيه شرطة وهنيني ما كان جوز لا نحي عيني حضارات نجبدها بالمقص اسمع انا لي بونسمو هادو كاع ما نعملش بيهم با اب انت دوكا واش بيك زعما دير بونسمو واش بيك طرقتي عليا دوبل بون انا في المولود طبقت عليك دوبل بون يرسي اخويا الكبير دكتور واك تشوف بيها راني شي فولود فقصت ما دوكا انا نعاود نطلع حال كريحتش هذا وشنو زاد ستار بيك زاد والله غير زاد يعني. هذا وش اقرا بيان سير اقرا راك تشوف اون سور دي ستار دكتور ماني شوف والو انا بات لعك انا نعرف تنحطوك في الكاليطون دوك سنايبر وشوف غير بعين وحده لانه خلاص با لا حضرت البارح ديك لايتو فلاتيل تاع ما عطيت لهم كارطه انا جيت نديها والجندي قال لي تجوزهم جوزهم جوزهم تاع الفرانسوس حنا صاحبي قرينا بلي بدو الكارطات بصح ماشي ليكم اللي ماشي قارين احنا ماشي قارين واش ندير به تا قاري تجوزها خويا تجوزها تما اللي ماشي قاري تعاونوه تبوسيوه وحنا اللي نطلعوا البلاد ما تعاونوناش ايا قدر روحك هضر معايا باحترام درواز خرجوا 18 كيلو ابت ان ابت ان دكتور شوية ريح يديني 15 كيلو ما عندناش الريح هنا في كازيرنا ما عندناش عندنا غير سخانة توكل وزيد انت رقيق ورباطي تتخبى مليح ليسبيوناج والعفايس ايا روح روح ابت ان قلبك كاوي الدور لاباس به ابت ان دكتور انا وش بيهم رجليك صبعتك شوية معوجين مع الكوطاس يتسقموا دكتور وش شعري وش بيه شعرك تاني ما شفتوش انا ما شفتوش هكا شكون كماطياتي ولا انت وش بيه؟ سحقوك انت في كازيرنا فوق دكتور كاين حاجه نسيت باش نقولها لك ابت ان سناني وش بيهم؟ هاد سنان بابا بينا فوضوي هذا يا صاحبي وادي على خليتها هذه هذه خليتها دكتور اونكا راح نخطبوا لها الزوج وما نبقى نبيع حسابي يا خلاص خلاص واعر واعر انت يا معفى معفى انا نعطيك عفاء عطيك بيرة ما نتجوزو باش دكتور ما تجوز عرفتها بلي سناني راح يجيبوا لي الخير يا عرفتها انا شافي عليك ما وجهك ما تبدلليش ما عرفت انت سورسي سورسي مزال تقرا انا مع القرا يا حضرات انا نيفيتي في لارمي حتى 31 سنه ان شاء الله تعرف تقرا صافي واش حد نقرا والله غير جاوني بزاف لي زوكازيون تاع خدمه انا قلت نقرا باش نيفيتي لارمي ابغيت انا غادي ما جاش في يدي ما جات في يدي كيما تاع تاع كاري قسما بالله لارمي غير تجوزو بدون النشا سورسي سورسي نعم يا روح اطلع يا صاحبي الريشة قريب خرجت الجهة الأخرى معفى طبي هنا يا افرح انا يا حضرت واش نفرح كرهت الحومة بعتنا التندو تيميموني يا اخو انا ما راكش حاب معفى طبي لا لا نروح للهرم يا حضرات كرهت الحباس انا بعدنا ما نديرو بيكم انتوما روح روح الحومة روح صبلنا صبلنا
اخويا انا منروح ما نشوف هاد ليكا، راني مليح لهنا نرقد عندك، نبات عندك، كلش عندك، دبر راسك. هاو انت عندك كارطك شما درت بها؟ صح واش درت بها؟ في الضف القجر خليتها عندك خويا دادي. انا نعرف بزاف شي ناس هكذا عندهم كارطة والله غير في تصدام ما يديروا بها والو، خدمة ما كاش. تفضل مبروك عليك. يعطيك الصحة حضرات، نسيت منا الفيزا وانا نتمنى غير هذه. يعطيك الصحة حضرات. الحمد لله يا ربي اني جبتها حبيبي كارطة تاع لامي، هاي اللي خويا وصيتوني عليها. اوكي جبت كارطة تاع لامي ومن بعد شات شات. هاك يا ودي تفير وطار عام عام شنو عام؟ الناس دخلت وخرجت وش بيك؟ اسمعوا لي بزاف عام واش متى عام؟ يا خا راحت كاع حياتك، شبابك راح كاع ليك في الاوروب والله غير 24 24 يعلموك هذيك شوية الفورماسيون وتفريتها. اسكت واش نسكت متمسخش؟ هما تما في الهيكا عندهم بروفيسيوناليزم. قال فوالا انت حبيت دير لارمي، تجوز لارمي تروح تكاجي، ما تجوزش لارمي راه دير 24 تاعك وراح تكمل قرايتك دير حياتك. اي خويا العزيز، خويا العزيز حبس حبس، انت تهضر لي على القوال وطايح لي انت ما نعرف وشنو، انا بكري اللي ما يجيوش لارمي ينحيهم خويا. بكري انتوما الاثنين عندي ليكم خبر يفرح وللاسف خبر ما يفرحش. حضرات مع كل احتراماتنا وصديقي ليك، ماذا بينا نسمعوا الخبر اللي يفرحنا؟ خبر لي فرح هو صاحبك عنده لياقة بدنية لاباس بها، سمح له باش يجوز الخدمة الوطنية. مبروك عليك. فرحتي يا حضرة صديقي، أبو باليه إن شاء الله. والخبر اللي ما يفرحش هو صاحبك اللياقة البدنية تاعو ما تسمح لهش، ولو كان يجوز الخدمة الوطنية راح يشكل خطر على الصحة تاعو، راهو معطوب. كنت على بالي بها حضرات، احنا في الشاب في العائلة تاعنا باش يكون راجل ويتكلوا عليه والديه لازم يفوت العسكر يا حضرات. على هاد الشيء راني متاسف من صحتي. العائله تاعك لازم تفهم الامر، وهو صاحبك هو اللي راح يزيد يفهمهم اكثر. ما تقلقش يا صديقي، انا نضل ماشي خبر وراني نفهمو. ما بتنقص لوب يا صديقي. كيف زعلوا يا حضرات، بعث لنا الهندوف علاه يا اخو علاه. انا قدام والديا الشاب عندنا في الدار لازم يكون راجل ويبيع الفناجل. واحد الهضره راهي الدار حضرات، حنا الشاب هاي ما خير كل شيء شاف واحد بيت الماء ونجي روح وهنا انت بدل انت بدل شوفها ما تحلاش تا واحد بنغلاديش. هيا خلاص صحابو بغيو يتجوزو بس ما تجوز فهم وقول له ها ضرب شك درفون واش راكم ديروا هكذا الدولة علاه؟ لا لا جات بنتي شوف حضرات واش بنتي اللي تولي بابا انا ماشي هكذا داير بابا انا اروح تجوز؟ اه تجوز انا عرفتها بالاسم هادو مرة ماشي حيدولي البعيد يعني الدباج جبتي واحد ذكرها